في شعراء نقاد وفي نقاد يعني مش شعراء كصبحي حديدي مثلا، هل تفضل هذا النموذج ام هذا النموذج؟ انا بعتقد انه صبحي حديدي ليس بعيدا ابدا، صبحي حديدي بدا حياته شاعرا ايضا. يعني هو ليس بعيدا عن الشعر، يعني هو معرفته بالشعر ليست معرفة أكاديمية فقط. نعم. هي معرفة، هو ذوق، وهي نوع من المقاربة الوجودية والوجدانية إذا جاز التعبير، والذوقية للشعر، وليس فقط من زاوية المصطلح والدرس الأكاديمي. نعم.